عجائب بقى لطيفه كده بالعجوه بقى. طيب المقادير عندنا هنا 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، رشه الملح، معلقتين كبار من السمنه يعني حوالي ربع كوبايه مثلا او ازيد شويه، وهحط للوش بيض وفانيليا وسمسم ونعجب باللبن. 3 كوبايات من الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 كوبايات دقيق، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، رشه الملح، يبقى 3 كوبايات دقيق، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، رشه الملح، قولي ربع كوبايه سمنه وزياده، معلقتين كبار كده حوالي اكتر من ربع كوبايه، قولي تمن، لا تلت كوبايه سمنه، وابدا اعجن باللبن. انا ممكن طبعا لو السمنه جامده سيحيها في الطاسه، مش جامده وطريه زي دي خلاص استخدميها على طول، وممكن نعجن بلبن وميه لو مش عايزه لبن كله، شويه لبن وشويه ميه. عجنها عجينه حلوه متماسكه. عجينه متماسكه يعني ايه؟ يعني ما تلزقش معايا، يعني لو لزقت معايا هجيب حبه دقيق احطهم عليها دلوقتي، لو لقيتها بعد ما بعجن كده شويه لا لسه بتلزق، لا هجيب لها معلقه دقيق اهي، بصوا ما تلزقش كده حلوه 100 100. طب نيجي بقى دلوقتي اطلع بقى الخمرانه، يبقى حاجات ومحتاجات. ماشي ادي الخمرانه، نعمل فيها ايه بقى؟ هوريكي دلوقتي. انا عندي هنا طبعا دي بغطيها، هجيب هنا مثلا الثلاث كوبايات دول، انا بعمل ايه؟ انا بعملها على حوالي 8 وحدات، ماشي دول اقل طبعا من الثلاث كوبايات عشان بعملها كبيره شويه، حابه تصغريها زي ما انت عايزه. هوريكي هعمل فيها ايه دلوقتي. افردها ايه طولي كده، مش هخليها مدوره، انا عايزاها زي المستطيل شويه. نعمل حاجه ايه من اشكال اللي بتجيبوها من الفرن او من عند الحلواني شويه كده. عملنا كل الكميه بالشكل ده، هجيب بقى ايه العجوة احطها في الاول طرف كده، ماشي. نيجي هنا انا عملت ايه زي المستطيل، خدت عجوة على اولها كلها، اجي بقى على الحرف التاني من المستطيل وابدأ افتح فتحات كده، تمام. تاني اهي تمام. نيجي بقى نلف، بص لما الف الشكل هيطلع عامل ازاي، ناخد نلف العجوه كده نغطيها، وبعدين نبدا نعمل كده كده كده، بص الفتحات دي بقى اروح عاملها كده تاني اهي، هنلف كده كده، نيجي الفتحات بقى نقطعها بالسكينه تروح عامله لي ايه الشكل ده كده تاني اهو كده، نعمل كده اهي ونروح عاملينها كده كده. اجي بقى عشان شكلها حلو كده زي الحاجات اللي بنشتريها من بره، اجيب بيضه وعليها شويه فانيليا، ماشي، وراح ايه دهنها كده لونها حلو وجميل كده، طبعا
ممكن تعملي الحجم اللي انت عايزاه، ممكن تكتفي بالحجم الصغير، ممكن تعملي حجم كبير اللي يريحك. وسمسم بقى طبعا شكله قيمه غذائيه كمان، مش هكتر قوي عشان الشكل يبان، وكل ما بتخمر طبعا الشكل يبان اكتر، يعني حسيتها كده تخمر قد ربع ساعه كمان انا بدخلها الفرن.